بالخير بالحب بالطيبة. الدنيا بيكم تحلى. احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم. واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. احنا لا ندعي اننا الافضل، ولكن نرفض ان نكون اقل. احترم لتحترم. يرفع الشقيق ويدير عصار. هذه الكرة البين يابونو، اخرج يابونو. صعبة هذه الكرة، وصعبة هذه الكرة. اول انذار ياتي من باتشواي، تمشي مباشرة الى الركن اليد لعادة مرة اخرى. كم كانت صعبة الكرات البينية. انا قلت بان المنتخب الراسي يابونو كذلك في الكرات العالية الراسية خطيرة الراسية. وبعد ذلك في ركنية ثانية البحث دائما على باتشواي في القائم الأول، لكن هنا بالرأس تأتي كذلك الهدوء والتركيز وعدم ارتكاب الأخطاء الرأسية. عندك الكرة الآن يا أولاحيان، سيرفع داخل منطقة الجزاء. نقل المنافس دي بروين يحاول المرور وفيها صافرة. هذه الأخطاء اللي تكون خطيرة جدا على مرمى ياسين بونو على مشاري في منطقة الجزاء. لعادة في أول اختبار لغانم سايس القائد يوقف في الانتظار. هنا الكرة ترفع في نهاية المطاف. الكرة أزار يحضر التسديدة مع أزار مرفوعة الكرة محمدي حذاري المحمدي. هنا الكرة من أورانا بالرأس ولكن على المرمى يحاول مر واحد ضد واحد. يا سلام يا زياش، ولكن كرة في الجهة اليمنى. ماذا تفعل يا حكيمي؟ تراق وصلت من جديد، فيها إمكانية التسديدة. التسديدة الأولى يا زياش، الومضة الأولى يا زياش، اليسرى الأولى يا زياش، ولكن على مرمى. وانا تيبو كورتوا يعاد مجددا لك صوابق يا زياش. عندك ذكريات جميلة وأهدافك أمام تيبو كورتوا، فهل ستعيد الكرة مرة أخرى؟ لكن هنا في المحفل العالي أنصيري بعيد عن أنصيري. كورتوا اضغط يا كورتوا، يا كورتوا، يا كورتوا، يا كورتوا. أنصيري كان ممكن يخطف هذه الكرة بالرأس غير مسدى. المرحوم عبد الله بليندا المزراوي، والكرة تخرج في عملية الصعود. يلعب في ظل مدافع في وضعية تسلل. يقول الحكم أول حالة تسلل تسجل على المنتخب المغربي. حكيم زياش في الحوض في أرضية الميدان. ولاحظ معي الصورة دائما تتكون مرفوع الكرة وبالرأس وخاطئ. اليمر يرتكز على حكيمي في انتظار العرضية. ممكن مرر الكرة لمن يا محمدي متابعة هذه الكرة. نعم شوف هنا الفراغ الذي ترك في الجهة اليمنى، جهة اللعب من الجهة اليمنى. الهربة الآن، الهربة والانسلال. هي يا حكيمي، يا حكيمي، يا حكيمي، كنت أنتظر بأنك ستمرر يا حكيمي. هنا الاستلام في ظهر من دي بروين. يا دي بروين عونانا خطير هذا اللاعب. ترفع الكرة عندك المحيك يا زياش، الشباك تناديك يا زياش. فعلا هدف صحيح، هدف صحيح في انتظار التأكيد من الحكم المكسيكي. مشاهدينا الكرام، هذا واستاد الثمامة، واحد من جواهر
الجميلة جدا هنا في قطر، واحد من الملاعب المميزة التي تستضيف نهائيات كأس العالم في مجموعة سادسة، يتواجد فيها الممثل العربي الآخر المنتخب المغربي في مواجهة لبلجيكا في ثاني جولات دوري مجموعات كأس العالم. شوط أول تذكير أن يتم استبدال الحارس وطبعا الكل في يا أكرد أنت الأول يا أكرد محمدي يا زياش، هذه كورتك يا زياش، زياش يا زياش وزياش ممتاز يا زياش، معلش زياش في المرور، زياش يفتح لي في الاستعداد، هل تمنح له دقائق مرور وزار مر وزار سدد، برافو برافو المحمدي، برافو المحمدي في أول اختبار مع بداية الشوط. المباراة الثاني هنا اليمينية والتموضع كان ممتاز من منير المحمدي للتنفيذ، الكرة ترفع بالرأس لكن مرت عالية دون خطورة على مرمى الحارس منير المحمدي. الصور على أونانا اللي كان بالمناسبة احتياطي في المباراة، عندك زياش 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 وفيتسل تورغان والمرابط عندك المحمدي، بوفال في الاستلام، بوفال في الدخول، بوفال وجول على التسديدة الماضية، المهارة الإبداع المرور كل شيء كان جميلا ان شاء الله مع زكريا بوخلال وبوفال يعطي اكثر ممكن. نروحوا الرجانبية، ست لاعبين مغاربة، جول